بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، مع شيخنا الإمام الأستاذ الدكتور أحمد الكبيسي حفظه الله في رحلته القرآنية ومع بدائه وفوائده الجديدة. شكرا للدكتور نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، وكلمتنا لهذه الليلة ما جاء في قصة سيدنا لوط. آية تقول: ولما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. هذا في سورة هود. في سورة الحجر: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها. مرة أمطرنا عليهم، مرة أمطرنا عليها. وطبعا كلمة مطر، احنا كما كنا نتحدث قبل قليل أنا والدكتور نجيب، يعني المطر لما نقول مطر اللي هو يعني العذاب، لكن الرحمة الغيث، نقول اللهم أسقنا الغيث ولا أجعلنا من القادم، نقول اللهم أمطرنا. قالوا: هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلت فيه ريح فيه عذاب عقيم. المهم، إذن هاتان الآيتان تتحدث أن عقاب الله عز وجل نوعان: عندما تبلغ الأمة أو الشعب، أو كلمة قرية في القرآن طبعا دولة صغيرة كبيرة هي قرية، من أنباء القرى ممالك عاد وثمود وفرعون، يعني عاد عبارة عن عشيرة وفرعون مملكة، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. حينئذ رب العالمين قد يعاقب بعض المجتمعات التي بلغ بها السوء مبلغا بالأفراد، سرطانات، فقر مثلا، جهل كامل إلى آخره، وقد يعاقبهم بإتلاف البيئة، وهذه البيئة إذا أتلفت أصاب الناس عذاب عظيم. والتاريخ مليء، أعظم واديين في هذه الكرة الأرضية وادي الرافدين ووادي النيل، وهما أول الحضارات على وجه الكرة الأرضية. بدأت الحضارة في وادي الرافدين من نينوى اللي هي الموصل إلى أربيل إلى الكوفة. هذه أول بقعة مأهولة على وجه الكرة الأرضية عندما خلق الله آدم فيها. سيدنا آدم خلق هنا، ورب العالمين إيش قال له؟ قال له: أنت الآن هذه جنتك. وفعلا هي إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم هي جنة. إن لك فيها ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فيها شلالات منذ أن خلق الله الأرض وإلى هذا اليوم، وهي تصوب شلالات من الجبال، نصف الجبل شلال كالبحر. وبعدين ما في شمس لأنه ظل دائم، ولا يمكن أن تجوع، لأن فيها من الفواكه ومن الخضروات الخيال إلى هذا اليوم، منذ أن خلق الله فيها آدم. آدم خلق الله في جنة أرضية كما تحدثنا عن ذلك، خلوكم من الأوهام. جنة المتقين هذه بعد لم تخلق، بعد تخلق على أنقاض هذا الكون، خلقت في عالم الأمر، أما في خلق عالم الخلق لا، مش موجودة، هتوجد على أنقاض هذا الكون الذي سوف يدمر بالكامل. فيها ما لا عين رأت ولا يمكن أن تأخذ على بالضبط، هذا على قلب البشر. نعم. إذن هل تعلم بأن هذه العقوبات إما على الإنسان وإما على البيئة هي التي تتراوح في عقابات الله عز وجل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طائرا أبابيل ترميهم بحجارة. كل واحد منهم له طير لابد أن يرمي، يهرب، يركض وراء لابد أن يقتله هو، لكن البيئة بقت على حالها ما خربت، لأنها مكة، أحسد الله أرضى عنك، لأنها مكة، نعم أرض الله. بينما سدوم التي هي يعني أنت تعرفون القصة، سيدنا لوط ابن أخو إبراهيم: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل سمين حديث. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكيرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق من وراء. تصور سيدنا إبراهيم، يعني هذه دائما كنت أعجب منها، أقول سيدنا إبراهيم عمره 120 سنة، أبو الأنبياء،
كل الأمم تقول اللهم صل على إبراهيم حبيب الرحمن وخليله. تعرفون ما هو مقدار سيدنا إبراهيم؟ وعمره 120 سنة يبغى له ولد، إيه هو يريد ولد ذكر. سبحان الله، كنت أقول يعني ما هي الحكمة؟ لكن لما رب العالمين أكرمنا بعبيد وحمد فلاش يا أخي، ونحن بالثمانين تعرف ماذا يعني أن يرزقك الله ولدا؟ هذا الله قال المال والبنون، ما قال البال والأولاد، المال والبنون. إن لم يكن لك ولد فأنت أبتر، إن لم يكن لك ابن ذكر. وهذا عير القرشيون محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا إن هذا أبتر، حيموت ما ينقطع ذكره، ما عنده ولد. قال إن شانئك هو الأبتر. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت يملؤون الأرض، ما في مدينة نبيها واحد من السادة آل البيت. وبني أمية اللي هم عير النبي، دولة حكمت 300 سنة، حكموا الكرة الأرضية كلها من الأندلس إلى الصين، ليس على وجه الأرض اليوم واحد منهم من بني أمية. يا الله يا الله يا الله، إن هذا القرآن أجوبة العجائب. إذن بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال، هذا صحيح، المال والبنون. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا، قال يعني بشدة الفخر بالأبناء مش على كل حال. إذن أتكلم عن خراب البيئة وخراب الأفراد من خلال فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، هذا خراب البيئة، وأمطرنا عليهم خراب الأفراد. ليش؟ ما هو لما قلبت المدينة رأسا على عقب، قصة عجيبة طبعا، هي القدرة الإلهية، جسد جبريل شالها بجناح من جناحين الاثنين، شالها وقلبها هكذا. لكن في ناس كانوا في الحقول في مدينة أخرى، مسافرين خارج المدينة، كل واحد منهم وأنزلنا حجارة من سجيل، حجارة من سجيل مفخور تلهب نارا، كل واحد منهم له حجارة باسمه، هذه حجارة فلان وهذه حجارة فلان تلاحقه حيثما ذهب. هذا ما حصل في طير الأبابيل. إذن أمطرنا عليهم على البيئة، انتهت، خربت إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم هي خراب. تأمل قبل تكلم البيئة الشيخ بالكلام الأفراد. نعم. هؤلاء الأفراد الذين أصابهم العذاب، ما مصير أولئك الأفراد الذين اتبعوا منهج الأنبياء وسلكوا طريقهم؟ قال وما آمن معه إلا قليل، سيدنا نوح كل من آمنوا نجي إلا على لوط. أنت شوف الجدال بين سيدنا إبراهيم والضيفين، فلما جاءت رسولنا ولقد جاءت إبراهيم بشرى، قال إن فيها لوطا شو تعذبوها؟ قالوا نحن تعلمنا، نحن أعلم بمن فيها، الله، لنجينه أهله إلا امرأته إنها كانت من الغابرين، إلا آل لوط نجيناهم بسحر. نعم. لهذا رب العالمين ينجي الذين آمنوا، الله أكبر، ينجيهم بشكل خيالي. من أجل هذا عليك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى أوقف هذا الأسلوب بمجيء المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأرض. فالعذاب الشامل الكامل الذي يجتث المدن والشعوب والأفراد توقف بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من رحمته العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انتقام الله الشامل الكامل بلا بساعة بليلة، هذا ذهب. وربما تكون هناك استثناءات قليلة ولها تفسيرها ولها تأويلها، يعني حصل مثلا أن الله سبحانه وتعالى سلط على الشعب على الأمة على الكذا بعض الأشياء، لأنه لكن لها تفسير آخر ليس هذا مكانه. طيب، إذن مصر والرافدين أخصب مكان في الأرض، وهما ليس كذلك الآن. يعني مثلا رب العالمين عز وجل بقي العراق منذ أن جاء سيدنا آدم وهو خلق، هذا وخلق العراق، يعني أسكن العراق في هذا المكان منذ ولادة سيدنا آدم إلى هذا اليوم. بقي هذا العراق على حاله من 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 مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، وهو أخصب بقعة في الأرض. وكذلك مصر شوف الآية، طبعا الآن نعرف أن فيها النيل، والناس تغني عن النيل، مسافر زاده الخيال يا نيل يا مش عارف إيش، لكن هي الله قال على لسان فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، قال وهذا النهر، قال لك لا الأنهار، كان في مصر خمس نيل، خمس أنهار، كل نهر له اسمه،
وما اكتشف إلا من قبل 30 عاما أحد العلماء الأمريكان، وما أكثر العلماء في أمريكا هذه الدولة العجوبة والتي يعني لا دي ماذا انزلقت إلى هذا المنزلق في ظلم العالم وقتلهم، وقد كانت حاكما أو حكما بين الشعوب والأمم والدول. واحد باحث بحاث أمريكي وهو من كبار الساسة أيضا فعلا أقام الأدلة وبقى في مصر سنوات، واكتشف أماكن الأنهار الخمسة وصورها وجعل والماء لا زال تحت الأرض، وفي شلون بئر ثمود. ها هكذا هو الأمر. حينئذ الأنهار في مصر كانت خمسة، لكن بقى النيل من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم على حاله وخصبه إلا في هذا العصر. يعني أنا بنفسي شفت رأيت مصر في عام 52، يعني قبل بعد مع أيام الثورة الأولى، يعني صار شهرين. والله كانت مصر من أغنى وأجمل وألطف وأعذب بلدان العالم العربي، كانت فعلا أم الدنيا القاهرة بجمالها بخصبها برخائها برخصها، يعني بقرش ونص تعيش ملك فيها. فلما كثر فيها الفساد بالجمهوريات الإعدامات والقتول، والله حصل فيها تعذيب وحصل فيها ظلم إلى هذا اليوم، كما حصل في العراق. العراق بقي الفرات ودجلة الرافدان على حالهما منذ أن خلقهم الله عز وجل. نحن كنا أطفال، نحن من أهل فلوجة، نعيش على ساحل الفرات، كنا نتبارى الرجال من الذي يعبر الفرات سباحة ولا يعبره إلا شداء الواسع وسيله عرم. الآن الأطفال يعبرونه مشي على الأقدام، ما بقى بي مي، هذا البركة بالظلم. رب العالمين عز وجل إما يخرب البيئة وإما يخرب الأفراد. ولهذا دولة الإمارات مثلا انظر لها قبل 40 عاما ما كان فيها صحراء، انظر كيف حدثت، وهذا بالعدل، بالعدل تقوم السماوات والأرض. الجور يذهب البيئة، والجور الفردي يستمطر الآلام والأمراض والوباء، سرطانات. سنقول بعد الأحاديث النبوية عن عقوبات الدنيا، عجوبة العجائب. ولهذا إذا أردت أن يعمر البلد بيئيا فعليك بالعدل، وإذا أردت أن يعمر البلد إنسانيا شعبيا، يعني على مستوى الأفراد، بلد ما بيأف سرطانات ولا طاعون ولا سل ولا ولا ولا، عليك أن تجتنب الأحاديث التي جاءت بتشخيص بعض المعاصي والآثام التي تجيب السرطان والطاعون والأمراض وكل شيء كما تذكر بعد قليل. وقصة لوط دليل على ذلك. نعم، هذا المرض الاجتماعي الذي كان أكيد سببا لمجلبة هذا العذاب، هذا أكيد النوع من العذاب. نعم بالتأكيد. نعم. هكذا هو. طيب إذا نحن لا نزال مع المؤتفكات، وطبعا القرآن كما تعرفون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والقرآن للبشرية جمعاء، وعليك أن تستنطق الحرف الذي فيه، لأن الحرف فيه آية، ولذلك ألف لام ميم، كل الألف كلمة واللام كلمة والميم كلمة، وهذا بالقراءة لك 10 درجات على ألف لام ميم، يعني ألف 10 ولام 10 وميم 10، إنها كلمة كما لو قلت أنت الله أكبر هكذا. طيب اذا احنا ملاحظين لسنا بصدد تفصيل ما سيدنا ابراهيم ولو تعرفونها جيدا، المشكله وين؟ هذا القران الكريم رب العالمين ما جاء به للتسليه، جاء به اما عظه واما عبره، ان لقد كان في قصصهم عبره او موعظه. العبره هناك صواب وعندك خطا، عليك ان تنتقل الى ذلك المكان، اعبر الى ذلك المكان الذي فيه صواب القصه، جاءتك قصة تبين أنك مخطئ وعليك أن تلحق بالصواب الذي جاءت به القصة، أو موعظة. أنت عندك يعني ذنب خطير فعليك أن تتركه، لأن الذي فعله قبلك هلك. سيد الشيخ معنا مكالمة من الأخت سلوى من الشارجة، تفضلي. مرحبا، تفضلي سلوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في سؤال لو سمحت حضرة الشيخ. لا. الآية 29 من سورة البقرة.
وإذ قال بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويعني هل كانوا يعرفون يعلمون إن بني آدم راح يسفك الدماء وراح يفسد؟ يا سلوى يا سلوى احنا دائما ابنائنا وبناتنا بالمستمعين ان الوقت محدود بالايه المعروضه، ومع هذا بما انك سالتي هذه فيها عده تاويلات. ناس قالوا كان فيها الجن والجن مفسدون، تلاحظي ان فيهم يعني كما ربع من وصفهم، والذي يسكن قبل ادم كان الجن، تقول اتحد خلي من الجن، قال لا انا اعلم. ناس قالوا لا هذول الملائكة رب العالمين سبحانه وتعالى يطلعهم على بعض الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، والرسل رسل الملائكة ورسل البشر، فرب العالمين أطلعهم على ما يجري في هذا العالم من مجازر وحروب أبادة الدنيا، هكذا هو الأمر. طيب نرجع على موضوعنا، فرب العالمين يعلمنا كيف أن الباطل الجهل في التاريخ يغلب العلم، والباطل يغلب الحق في كثير من الحالات، بل الحق الباطل يتخذ يعني لباس الحق. يعني مثلا إشقال هذول الجماعة الهايفين، تعرف شو قال أياتون في الهدف المنكر لما يجيهم مع الضيف، يجون النساء والأطفال والرجال والكبار يحضرون حفلة كيف يزنون به يلوطون فيه حفلة، ويأتون في ناديهم المنكر، وهو الأشهد الملكين، لما الملكين جاءوا على سيدنا إبراهيم وبعدين قال احنا رايحين على لوط، قال نحن اعلم من فيها الحاصل وعدنا، ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وبالتالي الى اخره لما جاء لوط قال شو سوي بهذولا، وهذا عار، قال يا ناس لو جاءوا وجاءه قومه يهرعون اليه ركض لزوجته خانه وزوجه خائنه زوجه سيدنا لوط وسيدنا وفرعون حينئذ، العفو سيدنا لوط وسيدنا نوح، نعم. وحينئذ جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا بناتي هذول بناتكم بنات الشعب أطهرنكم من هذا. إش قالوا على لوط؟ قال هذا لوط أنتوا طلعوا إنهم قوم يتطهرون وناس يتطهرون، شوف شلون عيب، هذا رأي المصريين ما لقوش في البرد عيب، قالوا له يحمل خد، يعني عار سيدنا لوط أن يطهر من الزنا، هذا شو رجل هذا مفسد خليه ولا طلعوه، تصور يعني مثل هذا فرعون على سيدنا موسى قال اقتلوه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني أنت هو يعبدوا على أساس هذا دينهم، خافي بدي تعبدوا الله توحدوه، وبعدين أنا أقتل النساء وأقتل الرجال وأزني بالنساء، هذا مو فساد يكون يعلمكم وهكذا الباطل، والله كما هو الآن أمم تتهم بالإرهاب وتتهم بالقتل والإجرام في أمم طاهرة كريمة نقية، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس والعياذ بالله. لنعود إلى شيخنا الجليل بعد هذا الفصل. معنى هذا يا سيدي أن هذه التغيرات البيئية التي نشهدها في هذا العصر والتي لم يكن لها مثيل من قبل راجعة إلى الإنسان؟ الظلم. نعم. الظلم. يعني أنت تعرف يعني أعظم بلد في العالم بالتمور العراق. طول تاريخه. العراق فيه مش عارف كم مليار نخلة. نعم. الآن ما في يمكن ربع مليون، انتقل التمر من العراق من وادي الرافدين الخصب اللي على دجلة والفرات، نعم. إلى صحراء الإمارات، نعم. الإمارات الآن أرقى أنواع التمور، نعم. في الإمارات، نعم. والعدد من حيث العدد أعظم دولة بعد العراق الذي انتهى، نعم. بالتمور، يعني الآن في الإمارات ما يقرب من حوالي 50 مليون نخلة، نعم. في خلال سنتين ثلاثة أربعة حيكون عندنا على الأقل 100 مليون نخلة، ولكن كله، نعم. محسن. يعني في العراق هذه الملايين من التمور كان نصفها يعني من يعتبر العلف حيوانات، سموا زهدي ما زهدي مش عارف ايش كذا اي كلام، لكن فيه كم واحده مكتوم خلاصي ما في خلاصي فيها الاشياء خستاوي يعني جيد. بالامارات فيها عملوا على تحسين الخوصه الفسيله بحيث اصبح ارقى انواع التوم، وهم يتحكمون في نوعها، ممكن يحسنوه ويزودوه وينقصوه بالمعامل الموجوده. الحمد لله. اذا انتقلت هكذا الحمد لله. الحضارات كما تحدثنا في حلقه سابقه تهاجر، الحضارات تهاجر، الطيور تهاجر، العلم يهاجر، زين، والخصم يهاجر.
شو يقول سبحانه الرحمن الرحيم؟ نعم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. من يقول أن الإمارات اللي هي في الربع الخالي تقريبا فيها كل هذا الخصب؟ انظر إلى الإمارات، والله هذا العراق اللي كان على وادي الرافدين طول عمره ما صار به خضار وزراعة كما، وهذا اللي بيخبر به: لا تقوم الساعة حتى تعود الجزيرة خضراء. تعود، ما قال تكون، وهذا يعني أنها في التاريخ قبل الإسلام كانت في يوم الأيام كانت خضراء أيضا. ولأمر ما رب العالمين ربما حقها لأمر ما، يعني هم كان في مثل هذا مسيلمة الكذاب، هذا فور فكان، ما ربما. والآن بعدلها الذي لا نظير له في العالم، والكل يشهد هذا، ما يختلف اثنين في العالم أن أعدل بلد في العالم بلد الإمارات، ولا دولة أخرى مثله. بلد في حوالي 150 قومية وأصل لا تفرق بين واحد وواحد. الحمد لله. إذن هاجر النخل هنا. الحمد لله. وبالعراق هذا الذي هو، لأن صار في ظلم من 14 تموز لما جاء الشيعون وبعدهم وبعدهم وبعدهم، صار ظلم وتعذيب وقتل. ثق شيخ، حكم الملوك اللي دام حوالي 34 سنة أو 50 سنة، قتلوا أربعة قاموا بانقلاب وقتلوا ضباط وجنود بدون سبب. يعني هذا حد بالدستور وبالقانون اللي يخون واللي يعمل انقلاب حكم الإعدام، ما عدموا واحد غيره. صارت بالآلاف علنا، يعني الآن هزم العراق ملايين الناس تعذب بقى على الفاضي، شهوة طائفيا وفرقيا وعرقيا، وبالتالي لن تقوم فيه نبتة. نعوذ بالله. معنا الأخت أم نائل من أمريكا، تفضلي أم نائل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيكم يا رب إن شاء الله، ونشوف الشيخ دائما على هالساس منور إن شاء الله. الله ينور إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يسعدك شيخ. بس إلي سؤالين. إنه في الرسول عليه السلام قال إن العبد ليحرم بالرزق من ذنب اقترفه، بس هل هو هذا أي ذنب ولا لازم يكون ذنب من الكبائر؟ لا 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 لا. والسؤال الثاني بس لا مو في الحقيقة. كيف منوازي بين رحمة الله ومكر الله؟ يعني أقول لك يا أبو النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه كما بعد قيس، وأذكر هذه الذنوب اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنها تمحق الرزق، سأذكرها بعد قليل. إيه. نعم. إذن كما قالت أم نائل. معنا أيضا أم أحمد من أبوظبي، تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال سادتي الأفاضل؟ فضل سيدي. أنا عندي سؤال بالنسبة للحلقة اللي فاتت مالت ولما جاء أتاهم العذاب، فلما في أمم فيها يعني العذاب يأتيها حالا وقت وقوع الذنب، وفي أمم من السابقين يأتيهم العذاب مؤخرا. تمام. أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى: وما معذبهم وأنت فيهم. وكان الله معذبهم. بين هذه المؤجلة والعاجلة شو تصنيفها؟ يعني بالعذاب الذي ذهب عن أمة محمد الماحق كامل كما محق قوم لوط وفرعون، انتهى المجتمع، انتهى إلى يوم القيامة، وعاد وثمود إلى آخره. أما أن يعاقبون بعقوبة، لا لا، هذا من شأن الأمة، وهذا من توفيق الله عز وجل أن ينبه الناس بينزل نوعا من العقاب المحتمل كما أذكر بعد قليل. وحينئذ كلنا لا بلا استثناء، لما نمرض، لما يعني نفتقر قليلا احيانا، لما تتغرب، العراقيون الان كما العراقيون والليبيون والسوريون قطعا عادوا الان الى دينهم عودا حميدا، لان صاروا في ازمه، لكن هذا مو عقاب شامل، هذه حالة استثنائية تدور من قوانين الحياة، ولا تخلو منها لا أوروبا ولا أمريكا ولا أي مجتمع في العالم، بل ولا مجتمع أهل مكة بين النبي صلى الله عليه وسلم. هم استثار بعض مجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى هو شعبه والمسلم ثلاث سنين في شعب أبي طالب حتى أكلوا الجلد اليابس. أكلك على إيه. كما قالت أم أحمد وكما قالت أم نائل، نعود إلى بعض الأحاديث الصحيحة لتشخص بعض الذنوب التي تأتي بهذه المحن. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا هذه احنا الأمة التي تتهم بالإرهاب، شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: إذا ظلم أهل الذمة، السلام، إذا ظلم أهل الذمة، لاحظ الحديث هكذا هو، المهم إذا ظلم هذه، إذا ظلم أهل الذمة كانت الدولة دولة العدو، يعني ينتصر عليكم العدو. إذا ظلمتم اليهود والنصارى والصابئين الذين هم مواطنوكم، ظلم، وقد حصل في التاريخ يعني تجاوزات فردية
زين يعني مثلا احنا ايام فلسطين 47 الناس اخذوا فرهدوا بعض الاملاك لبعض الاملاك اليهوديه انه لا صارت حرب ما حرب، لكن هذا لا يجوز في الاسلام باي اي حال من الاحوال. اذا عندك يهود او نصارى او صابئه مواطنون من شعبك لا يجوز ان تعتدي ولا ان تظلم. لماذا؟ لان كل واحد من هؤلاء له حق ونصف. انت لك حق المواطنه، انت اماراتي لك حق المواطنه، وحق المواطنه من 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 حقوقك، حقوقك فيها انت ملبس ومشرب وامان. و لو كان هنا عندنا يهودي ساكن او مسيحي او صابئي، هذا له حق المواطنه ونصف زياده هو حق اهل الذمه. فاهل الذمه لهم حصانه، شو الدبلوماسيين لهم حصانه، دبلوماسي هنا مواطن ونص، كذلك اهل الذم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اي مجتمع اسلامي اذا ظلم فيه اهل الذمه، اهل الذمه، فسوف تزول تزول دولتهم، الله تصبح الدوله العدو يعني يتغلب عليهم. هذا واحد، لهم ما لنا وعليهم ما عليهم، ولهم ما لنا وضعف. نعم. لانه يقول لك انه يعني نعم. احكي لك بصراحه، يعني هنا في الامارات نعم. اذا واحد من الذمه ودعمت انت بسياره نعم. ما يحكموا له، ما يحكموا لك عليه، لانه هذا اهل الذمه لابد ان يكون له مواطنه واحترام نعم. وحصانه حمايه لنا. وهذا في كثير على ايام لما كنا ايام الملكيات، اهل الذمه ما حد يقول له على عينك حاجب نعم. اما اولا كانت الشعوب في غايه الرقي نعم. الشعوب العربيه كما هي ان شاء الله الان، وهذا الاحاديث ان اهل الذمه خط احمر وصيتكم لعن الله يا اخي مو وقت تضربه نعم. احنا قلنا بالكلمه واخواتها الضرر مادي نعم. انك تكسر هذا الزجاج نعم. او انا اضرب واحد واعور عينه، هذا ضرر نعم. الاذى اشتمه خليه يزعل، لعن الله من اذى ذميا، مش من اضر بذمي نعم. هذا مصيبه سوداء نعم. اذا بس قل يا فعلك يا كلب يا مش عارف ايش، او يعني تعلى عليه الكلام بحزعل، هذا اذى. لعن الله من اذى ذميا نعم. هذه الامه نعم. هذه الامه التي اتهمها انت الان بالارهاب ومش عارف مين، هذه الامه نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم. على 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 كما قالت اختنا ام نائل وام احمد، يقول اذا شاع الخمر والزنا رفع والربا رفع الله يديه عن الخلق فلا يبالي باي واد هلكوا. هذا الذنوب هذه الزنا شاع، يقول حتى ترى يعني عام مكشوف على المكشوف. اذا شاع الخمر والزنا والربا رفع الله يديه عن الخلق يعني حيث اقول فلا يبالي باي واد هلكوا. حينئذ لما يقول يعني معنى بأي واد هلكوا، البيئة تخرب والناس والاقتصاد، لأن صار ظلم، صار ظلم كبير هكذا. حيث آخر الأيمان الكاذبة تذر الديار بلاقع، من الذنوب التي تخرب البيئة، إما تخرب البيئة أو تخرب الفرد. الفرد أمتى؟ إذا كان الحق يعني أنت لك حق في عرض أو مال، أنت تطلب فلان انتهك عرضك أو أخذ مالك، ثم صارت محكمة، ثم أنت أقسمت يمين بالقرآن الكريم باليمين الغموس التي تفرضها المحاكم، أقسمت بالله أنك ما خنته لا في مال ولا في عرض، انتظروا عليه راح يصير. كل من يقسم يمين غموس بأنه ما انتهك ولا خان وحينئذ وهو كاذب، انظروا ماذا سيحل به من مصيبة سوداء، تعجل له العقوبة في الدنيا بشكل خيالي. معنا مكالمة أخرى من ليبيا. رفيعة فضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا حديث الحي الشيخ وأنا أحبك بالله وأتمنى أن أفضل معه بجميع، وأشكركم على موضوع الحلقة، وأتمنى أن تفهم هذه المواضيع ليوعى الناس إلى أخطائهم وذنوبهم. نعم. وأشكركم. شكرا. بارك الله. الله خير. بارك الله فيك. طيب إذا هكذا الأيمان لما تقسم يمين أقسم بالقرآن الكريم أني ما تطلبني دين أو ما تعطيني فلوس، صار بينكم مشكلة مالية وأنكرتها وأنت تعرف أنك كاذب، أو خيانة في عرض، ثم تقسم يمين أنك أنت ما زنيت بأحد محارمه ولا بكذا، يعني المهم كما تعالى قال وعلى أظهر الله مثل الكفر أمرأة نوح أمرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. أمرأة لوط كانت تزني وكانت تأتي بالزنات وتدبر وهكذا أمرأة نوح. حينئذ عليك أن تعلم بأن
هذا بأن هذين الذنبين يمحقان الديار بلاقع، الأيمان الكاذبة تذر الديار بلاقع. طيب الجابر يقول إذا كثر الزنا كثر السباع. السباع سابقا عبيد، يعني الله سلط عليكم ناس أخذوكم جواري ويأخذوكم عبيد إذا كنتم الزنا علنا علنا. الآن ما في سباع لكن في اعتقالات، الاعتقالات وتسلط الدولة والمخابرات والشبيحة ومش عارف مين، هذا إذا كنتم وأنتم أمة مسلمة صار الزنا علنا، تراه في الشارع، تراه على الرصيف، تراه في الكذا، وكما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الزنا، حتى تخشى المرأة في الطريق، لا ينكر ذلك أحد، حتى يقول الرجل لصاحبه لو تنحيت بها على الطريق، وهو يومئذ كأبي بكر فيكم من حيث فضله، الباقي ما عش عليه خلي مش مهم، تعودوا على هذا المنظر. هذا المنظر يأتي بالشر كله. أعوذ بالله. أخ محمد فضل من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام سيد محمد. عليكم السلام، تفضل أخ محمد. مرحبا يا شيخ، والله إني أحبك في الله. الله يبارك فيك. حبك الله ورعاك. أحبكم الله. والله كلنا ندعو لك في العراق، ندعو لك بالرجوع، وندعو لك أن تكون لنا هنا محاضرا مثل ما تحاضر في الإمارات. إن شاء الله إن شاء الله قريبا بإذن الله، أنا الأمل بالله. والعراقيون أنا كنت ونحن ندعوك في محافظتنا، في محافظة صلاح الدين تكريت خاصة إن شاء الله. أنا كنت قبل يومين في السويد ورأيت العراقيين ما يقل 3,000 كانوا في محاضرة، ورأيتهم كما تتمناهم شعب العراقي الواحد الموحد، كل أصنافه وأطيافه كانوا يدا واحدة، وهذه الصورة التي في الخارج ستنتقل إلى الداخل إن شاء الله. وقد بدأت، أنا عندي معلومات أن العراق في الجنوب وفي الشمال بدأ يعود عراقي، وكل له حريته في مذهبه في عرقه. عندي سؤال. تفضل تفضل. أول سؤال يعني صراحة حول علامة قيام الساعة، أنه يظهر جبل من ذهب في نهر الفرات، وقد حدث هذا، تعرف منين؟ أنت وين ساكن؟ أنت وين ساكن محمد؟ أنت بصلاح الدين؟ بصلاح الدين. الآن كما قال لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، وربما يكون هذا أحد أسباب هذه الهجمة التي هجموا بها علينا، بعد ما ثبت أنهم كاذبون في وجود أسلحة وما أسلحة، ثبت أن قضية مطامع. العراق فيه كنوز إلى الآن لم تكتشف، من ضمنها هذا الجبل. يقولون من المحمدي اللي بعد هيت الى الرمادي عمقا في عانة الى عانة والى راوة، فيها ساحل من الذهب يكفي او يعادل ذهب العالم كله، كما ان كما سمعت. هل هذا هو ابتلاء يا شيخي؟ هل هذا هو ابتلاء للعراقيين؟ والله انت عليك ان تحافظ على حقك يا رجل. ليش اقول لك شيء؟ العراق نعم. العراق اول بلد ظهر فيه النفط، اول بلد من احد اطفال طلع النفط، وما كان طالع في كل مكان، وهو اغلى من الذهب. نعم. لكن العراقيين ازدلم زمن عهد الملك دافعوا عنه. والله هذا نور السعيدي اللي ذبحتوه انتم يا عراقيين وعلقتوه، وهذا فيصل الاول، والله العظيم ما يختلف عن الرعي الاول من الخلفاء، دافعوا عن العراق وطلعوا البصره من عيون ايران، وطلعوا الموصل من عيون تركيا، وحققوا العدل كما هو في الامارات اليوم. جينا ذبحناهم. اقول لك اللي قتل علي ابن ابي طالب وقتل الملك فيصل وقتل كذا، يعني خلينا نتحمل. ليش؟ حتى الله يكفر ذنوبنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. روح محمد، روح الله يحفظك ان شاء الله، يحفظ صلاح الدين لاصلاح الدين. نعم. نعود الى فضيلتكم يا شيخنا الجليل بعد هذا الفاصل ان شاء الله. عفوا يا سيدي، عندنا الاستاذ علي من ايطاليا، تفضل اخي الكريم. نعم تفضل. ايه معلش قطع الخط. يقول عليه الصلاة والسلام ما نقض قوم العهد الا كان القتل بينهم. حينئذ اذا كان معاهدة بينك وبين عدو، بينك وبين شعبك، بين عشيرة وعشيرة، قبيلة وقبيلة، بين دولة ودولة، بين إسرائيل وبين العرب، بين بريطانيا وبين الدولة المستعمرة، في عهد، ولكن أحد الاثنين خان العهد وكسر الدولة وآذى هكذا، يقول إلا كان القتل بينهم، رب العالمين يسلط عليهم عدة فتن تجعل بعضهم يقتلوا بعضا. هذا واحد. حديث آخر صحيح، ما ظهرت الفاحشة في قوم يعلنون بها إلا فشى بينهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا.
وهذا حادث. أمراض جديدة. جديدة وقوية وفتاكة. الله الله. فتاكة. معي مبارك من ليبيا سيد الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شن حالك شيخنا اللي يحبك بالله يا شيخ. حيا الله مبارك. أحبك الذي أحبك من أجل. مرحبا شيخ. عم تزورنا ليبيا يا شيخ. إن شاء الله الآن 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 ناتي إن شاء الله الآن ناتي. إن شاء الله. بارك الله فيك. ماذا تنصحنا يا شيخ في هذه الحكومة؟ تنصح هذه الحكومة الجديدة؟ اتفقوا اتفقوا إياكم والشحناء لا تشاحنون. إياكم إياكم مهما حدث مهما حدث إياكم أن يرفع بعضكم السلاح على بعض مهما حدث. اختلفوا اختلاف الرجال هكذا، وأنتم شعب موحد من دون كل الشعوب العربية، وبالتالي الناس يتربصون بكم، وأنتم الآن في أعين التاريخ، والشعب والجيل القادم أمانة بأعناقكم. إياكم والاختلاف. والحمد لله أنكم ألفتوا الحكومة، وإحنا نأسف لما حصل للشعب المصري، وكان عليهم أن يفعلوا مثلكم ومثل تونس من أول يوم. شكرا الحكومة، وأنتم إن شاء الله بخير، واللي فعلتموه دخل التاريخ بإذن الله. طيب. تفضل يا أم يوسف من دبي. أم مصطفى من الشارجة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله أنا من محبين هذا البرنامج وأتابعه كل جمعة، وحتى أكتب يعني هيك ملاحظات، بس استوقفتني جملة حكاها الشيخ إنه امرأة لوط كانت زانية، فأنا استغربت وقلت لا لازم أتصل مشان أستوضح هذه الجملة يعني. ما صدق. هي 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 هل ممكن انه شيخنا انه ربنا سبحانه وتعالى يسلط على نبي امراه زانيه؟ حالتهما يمكن حالتهما بالشرك يا بنتي يا بنتي، هذا بعض معروف. الله قال فخانتهما، هذا واحد. اثنين، احنا عندنا احنا يظهر انت ما تابعتي، احنا الكلمه اخواتها، عندنا مومس، عندنا بغي، وعندنا مش عارف ايش، كل واحده تعني معنا. فهذه كانت اشتغلت مومس، وبعدين اشتغلت مش عارف قواده، يعني هي تجيب رجل على رجل وتجمعهم. يعني المومس لما تكبر تبدا تجيب تسوي الرذيله مع بين اثنين. هذا كان هذا شغلها. معنا الاستاذ محمد من السعوديه، تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا اخي؟ حياك الله، تفضل اخوي. ممكن اكلم الدكتور؟ نعم نعم، وياك الشيخ. كيف حالك يا دكتور احمد؟ حياك الله اخي الكريم. والله يا دكتور احمد نحبك حب كبير والله العظيم. الحمد لله جميعا. وانا بالنسبه لي من اشد المعجبين فيك في برنامجك، واحبك كلامي، احبك كلامي في دقيقه. حفظكم الله وحفظ بلادكم وحفظ المملكه ان شاء الله بخير جميع المسلمين. اختصر كلامي في دقيقه واحده بدك تسمعني اذا سمحت. انت دكتور ما شاء الله عليك، انت من اهل العراق ودائما تتكلم عن الامارات وتتكلم عن مصر وتتكلم عن ليبيا، وما شاء الله يعني تتكلم عن الناس كل ابوها، الا فئه من الناس ما تكلمت عنها الى الان. وانا اشهد المدير اللي جنبي الان عشان يشهد على كلامي، وشاهد المستمعين عشان يوم القيامه نحقق في الكلام هذا. والله مش كلام، انا حقك يوم القيامه انك لازم تاخذ حقنا. اقول لك ابو المشكله عاد، اقول لك ادري ذكر من اهوى ولو بملامي. والله يا أخي من الذي لا يحب هذه المملكة التي هي أفئدتنا كلها تهوى إلى الحرمين الشريفين، وخاصة في هذا العصر. ثانيا أنا قلت وأقولها وأنا مسؤول عنها، مهما حدث من بعض الخلافات أو بعض الاختلافات في الأسر المالكة، هذا من طبيعة الحكم لأن العصمة لله. ولكن والله يا أخي دعوت على عمر فمات فسرني، فعاشرت أقواما بكيت على عمري. والله حنلطم طول عمرنا على الملكية في العراق، وعلى الملكية في مصر، وعلى الملكية في 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 في, في ليبيا، وهكذا. إياكم وهذا الذي يساور بعض الناس. احنا ما ان يجيك عمر الخطاب بعد ما يجي، ما في عمر الخطاب، لكن في ناس على قدمه، في ناس على عمر بن عبد العزيز. والله قلت انا ليس بين عمر بن عبد العزيز وشيخ زايد الثالث، والله ليس نفاقا، لكن يا ابني هذا ظروف حكم. انت شوف لما راح هذول الحكام الفاسدين في مصر، شوف اللي حصل بينهم، واحنا هذا نخاف منه. ولذلك ارضوا بهذا، اياكم ان تخرجوا على النعمه. النعمه اذا ربست. اسالك سؤال، هذا الكلام تقول كم واحد اعدم على مدى 30 عام الماضيه؟ يا ابن الحلال احنا بالعراق بالالاف، مئات الالاف الى اليوم، والله عشرات الالاف بكل اسبوع، وهكذا يبدو مصر حتى تجرنا، اعوذ بالله يا رب ان شاء الله. وشوف سوريا احد عمل بشعبه هكذا، احمد الله يا ابن الحلال. انت اذا كنت تريد حكم مثالي ما في اطلاقا، والله ثبت ان حكم الاسر نعمه من نعم الله، اذا زالت الاسر فحتى حتى حتبكم دم، حتبكم دم. اخ محمد من الجزائر تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام استاذ محمد، حياك الله.
تحياتي الأخ لشيخ أحمد جزاه الله خيرا. حياك الله يا أخي محمد. سيد أحمد يعني أشكرك شكرا جزيلا على ما تقدمه في كل جمعة، ونحن في الجزائر نتتبعك يعني تتبع جيد، وهناك قائدة شعبية كثيرا كثيرا تحبك يعني وتدعو لك بالخير إن شاء الله. حياكم الله حضرام الجزائر إن شاء الله. لدي نقطة أساسية فيما يخص غضب الله يعني منذ أن خلق الأرض إلى الآن. أيوة. وهي في كل مرة لما يتغلب الظلم على الخير وينقص في ذلك المكان ذكر الله إلا وغضب الله عليهم، يعني وفي الحديث على صلاة ذكره جيد، ولكن يقول الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، يعني إلا ذكر الله وما والاه. أيوة. نعم. يعني لو كان بالإمكان أن يعني تدخل قليل يعني دور الذكر في هذه الأرض. أكيد. حيث أن القيامة تقوم يوم لا يبقى فوق هذه الأرض من يقول الله الله أكبر. جزاك الله خيرا جزاء جزاك الله خير. جزاك الله خير محمد، لقد تحدثنا عن الذكر لأهميته في عدة حلقات الحمد لله. وإن شاء الله ومن قريب يعني وإن شاء الله خلال أسبوعين ثلاثة حنعود لهذا الموضوع عن الذكر وعن الجنة وعن النار والحساب لا ينتهي. في كل فترة احنا نعود إن شاء الله. أخ خالد من الشارجة تفضل. أخ الكريم دور نجيب شلونك؟ هلا أخوي عليكم السلام، كيف الحال؟ إن شاء الله يا مرحبا تفضل. جزاكم ديبك دكتور، أقدر أحكي ويا الشيخ؟ إي معك الشيخ تفضل. شيخ أحمد شلونك؟ يا مرحبا شلون أمورك؟ توب عنك الله يديمك إن شاء الله ويعزك وإياك. دكتور أحمد والله عندي استفسار بس مسألة خاصة، أقدر آخذ تليفونك؟ ما أخذ من المخرج إن شاء الله، ما كان المخرج على الهواء معروف وزعتك إياه إن شاء الله. أسأل علي من العراق تفضل. عفوا الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخ؟ مرحبا شيخ، حياكم الله. أسأل علي إن شاء الله. نعم شيخ، عندي استفسار في مسألة. تفضل. اللي هي نحن موظفين تابعين لشركة مصافي الشمال، هناك أكو سلف 100 راتب، وهذه السلف تترتب على أفعالي. يا علي هذا الموضوع عرفته وقد أفتيت به عدة مرات ولا زلت مصرا عليه. هذه 100 راتب يجوز لك أن تأخذها في الحالات الثلاث التالية حصريا. أولا إذا ما كان عندك بيت على وجه العراق كله خذها وابني بها بيتا، واحد. اثنين حاشاك إذا صار عندكم مريض ولا العراق كلهم هكذا، اللي سرطان واللي مضروب قلقة واللي مكسر رجليه، يعني بلد ابتلي بلاء، وإن شاء الله هذا البلاء في صحيفة أعمالكم جميعا إن شاء الله. ما من عراقي إلا يدخل الجنة إلا إذا تورط في دم عراقي بالحرام، والله القاتل كل من قتل عراقيا لن يرى الجنة بعينه. أو فإذا كان عنده مريض بطلقة بسرطان ولازم يطلع برا للمعالجة وما عنده فلوس لا. يأخذها لا. ثلاثة إذا كنت مدين لأمر ما عليك غرامة طالبين منك فلوس فدية كما تعرف قبل يخطبوك تعجب منه 100 عارف، إذا ما عندك يعني تحتاج لهذا المال لدين أو كذا إن شاء الله. أستاذ أحمد من العراق من مصر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أحمد الشيخ، حياك الله. الله يخليك الله يكرمك. بص سمحت حضرتك، أنا أحبك بالله قوة يا عم الشيخ. الله يرضى عنك. سمعت حضرتك بتقول لأخونا في ليبيا ان اللي حصل عاوزينه يحصل لهذا في مصر. تمام. للاسف يا عم الشيخ اللي بيحصل في مصر حاليا ده كله فتنه. نعم فتنه كله فتنه طبعا، هذا ما متفق عليه يا ابني، هذا خلاف طبع المصري. احنا قلنا 100 مره ساذكر الان حديث، هذه فتن مصنوعة غرسا، ولكن المصريون أصحاب ذكاء وأصحاب صبر معروفين بالتاريخ، وهذا حتزول بإذن الله، سيصير بلد يعجبك. لكن ما كان ينبغي يعني أنا إلى الآن ما أفهم، هم ما أعرف، أنا طبعا مش خبير، هم ما أعرف لماذا لم يسجلوا كما فعل بعض الدول العربية صار فيها هذا من أول يوم سووا حكومة، يعني هالمدة الطويلة لو في حكومة ورئيس ووزراء وخلاص، وإن كان الآن صار إن شاء الله، لكن كان من البداية ما كان حصل هذا الذي حصل. شفنا مناظر لن ينساها المصريون ولا كل العالم العربي، من النساء يفتحوا يديهم كتروا يديهم وطلبوا بضاعة، هذا مو طبع مصر، هذا كما تفضلت هذا لا. الذي جرى ليس من طبع المصريين لكن فتنة، ليش تتركون من الفرصة؟ توكل بالله. أستاذ عبد الله من بريطانيا تفضل. ألو السلام عليكم أخي. عليكم السلام أخي عدنان. ممكن استفسر من الشيخ في السؤال؟ أتفضل. انا كنت اشتغل في اماره دبي. ايوه. وكان عندي بزنس وناجح في البزنس.
الحمد لله. ولكن احد المواطنين راد يشارك وياي وانا رفضت. خلنا عدنان عفوا هاي مساله شخصيه فكتب علي فطردوني. عدنان معلش بس هذا مساله شخصيه، ممكن ان شاء الله تكلم الشيخ بعد البرنامج مباشره وتاخذ الرقم من الشيخ ان شاء الله. معلش على كل حال على كل حال لا اي مشكله. نعم على حكايه الاخ من مصر اللي ذكر الاخ احمد على النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول، يعني عجوبه عجب على هذا الفتنه اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا واحد قتل مسلم لا يشم رائحه الجنه وهمها، يعني فيها حي كبير. فشو يقول المفسرون؟ يقول هذا كما قال الاخ احمد من مصر، هذا في الفتن. ليش؟ اللي يقتل في الفتن كما في العراق الان طائفيه وفكريه ومتعارف ايش، يقول ما يندم، هو طائفي وهو حزبي وهو فئوي وهو مش عارف ايش. فالناس تقتل الناس وناس تقتل، وبالتالي ما يعرف تقتل بالضمير وسويت ويتوب لا يعرف الحق من الباطل. مو بس هذا، القاتل ما يتوب بحيث انه سوى شغل كذا، هذا انا جماعتي دفعوني الى هذا. فكما قال الاخ احمد حينئذ هذه الفتن، يقول لا تبغض الفتن فإن فيها حصاد المنافقين. نعم يستغلوها ناس ومن كل الأجناس، لكن علينا أن نكون يدا واحدة. ومن أجل ذلك كل من قتل واحد قتلا حراما لن يشم رائحة الجنة. ليش؟ لأن هذا القتل من سياق الحديث قتل فتن. لماذا؟ لو قتل ساعة الساعة واحد يتألم يروح يجيب فصل ويطعم فعذية وسامحوني، وقد يكون يعدم قصاصا بالفتن. لا، ناس تقتل الناس أضيع الطاسة. ولذلك هذا المقصود به، كما هو في العراق كما في مصر كما في سوريا، كما هذا قتل الفتنة الذي لا يتورع ولا إلى المدفوع أمام الحكومة من جماعة أو من طائفة أو من حزب، وبالتالي هذا يعتبر نفسه هو منتصر أو يقوم بعمل وطني. هذا الذي لن يشم رائحة الجنة، وبالدنيا لا يمكن أن يشبع يعني طعاما، حيبقى مريض وجائع إلى أن يموت إذا قتل هذا النوع من القتل. بل أكثر من هذا، حتى الذي يحرر أو الذي يرضى من عان على قتل مسلم ولو بشق كلمة بعث يوم القيامة مكتوبا على جبهته أو جبينه آيس من رحمة الله. يا الله، لن يزال المؤمن بخير ما لم يصب دما حراما واحدا. هذه الدماء اليومية في سوريا 70-80 واحد جلد الغنم مسوح على كل حال، ما يدحن نخش بالتفاصيل مصر. واللي في 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 اللي كان في اليمن واللي كان في ليبيا واللي كان واللي حصل في العراق، هذه دماء تحرم صاحبها من أن يشم رائحة الجنة، مش عاد يدخلها هكذا. وهو فعلا قتل فتن، يعني قتل قصاص. نعم. إذا قصص ذهب عنه ولا. نعم بالله. طيب نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يشيع فيكم الهرج. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. فهمنا ما تفضلت أن هذه التغيرات البيئية الكثيرة التي تجري، وخاصة التي هي لا تتناسب مع طبيعة الإنسانية، تغيرات سلبية لها علاقة بعمل الإنسان شعوبا وأمما ودولا وجماعات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. باسمكم جميعا تفضل نتفضل بالشكر الجزيل لشيخنا الجليل الأستاذ الإمام شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد الكبيسي حفظه الله على ما تفضل به من هذه العلوم النافعة الجليلة. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.